السادس والعشرين من شهر آب 1989، عبد الرقيب يوسف يجري لقاء مع أستاذه الكبير المؤرخ الكبير الأستاذ سعيد الدوشي في داره في مكتبته بالموصل في ربيع سنة 60، عندما كنت أدرس في الدورة التربوية الدينية. كان الأستاذ واحدا من أساتذتنا يلقي علينا المحاضرات، وكان آنذاك مديرا لمتحف الموصل، فطلب مني أن أزوره في المتحف عدة مرات، فزرته، ثم طلب مني، عرض علي فكرة كتابة التاريخ، ولما لم تكن لي أي معلومات تاريخية في تاريخ المنطقة، في تاريخ الأكراد، فكنت أستصعب ذلك جدا كمن يمشي في ظلام. وبدأ الأستاذ يشجعني، وفي يوم من الأيام كتب لي أسماء بعض العلماء الأكراد على ورقة، وأتذكر ذلك أنه كان الملا عبد الله الربدكي ومحمد الخركي، فكتب لي على ورقة وقال لي روح للمكتبة، غرفة المكتبة، مكتبة المتحف، فهناك ناثرة أمينة المكتبة كي تناولك المصادر. وهو في نفس الوقت أشر، كتب على الورقة اسم المصادر اللي تتناول هذه الشخصيات. فرحت إلى المكتبة فأعطتني الأخت ناثرة المصادر، فكان ذلك اليوم بداية عملي، وكان الكلمات التي كتبها الأستاذ على الورقة التي أقدسها كانت فاتحة لاشتغالي بالتاريخ، وكان المشق الأول. ثم جعل مكتبة المتحف تحت تصرفي، وكنت في بعض الأيام أخذ 6 مجلدات وأحملها إلى فندق سرسنج التي كان يستأجرها المعمر ملا خليل البيدوهي رحمه الله، وأطالع الكتب والمراجع. فحدث لي شغف عظيم بالمطالعة، وكنت أقدر أن مدة الساعات التي أصرفها في المطالعة خلال اليوم والنهار ب16 ساعة. فاستفدت كثيرا من المكتبة المذكورة، لا أزال مدينا لأستاذي، لأنه لو لم يكن الأستاذ الدوشي لما كنت الآن كاتبا لأدنى مقال. ولذلك فقد نذرت ثواب نصف ما قمت بها من خدمات في حقل التاريخ والتراث، نذرته لأستاذي سعيد الدوشي أطال الله بقاءه، وأعتبره في بعض أكتبه في بعض رسائلي إلى الوالد الروحي وفاء مني بفضله علي. وأتذكر شطرا من بيت من الأبيات العربية، يقول الشاعر ولو جاز السجود له سجدنا، مو هيجي؟ يعني لو جاز السجود لغير الله لسجدت لأستاذ سعيد. حدث لي عن شجرة عائلتكم. عائلتنا نحن من الجبور. أنت ابن أحمد الدوشي. أنا سعيد ابن أحمد ابن محمد الدوشي.
وبعد محمد وإلى آخره، ينتهي نسبنا إلى عمرو بعد كرب الزبيدي. نحن من الجبور، من الجبور، من قبيلة، من قرية الهيكل. نعم، القرية وين؟ جدنا تقع في ناحية الشرقاط. نعم، جدنا الكبير جاسم، نعم، حوالي سنة ألف للهجرة، للهجرة اتفق مع تاجر موصلي اسمه حج محمد. نعم، وجاسم كان عنده إبل كثيرة. نعم، ان ينقل تجارته ما بين الموصل وحلب. نعم، فجاء الى الموصل وسكن في محلة قرب سوق الشعارين. نعم، واتخذ له خان كبير الذي الآن عليه محلة حوش الخان. نعم، فهذا أخذ ينقل التجارة. نعم، ثم بعد ذلك أصبح من أغنياء المعدودين في البلد. نعم، بسبب اتصاله بين حلب وسوريا والموصل. ثم بعد هذا كثر أولاده وكثر نفوذهم في البلد، فدخلوا في سلك الانكشارية. نعم، أول من دخل منهم حج محمد أغا. نعم، كان رئيس، كان في الموصل أربع فرق انكشارية. نعم، فكان الحاج محمد أغا هو رئيس الفرقة الرابعة. نعم، وداره دار بيت دور آل عبد النور الذي واقع في سوق الشعارين. نعم، وكما قلت أنه يجاوره مسجد صغير، مسجد يسمى مسجد شيخ كعوب. نعم، وهو مسجد كان ملاصق داره يصلي به هو وجماعته. نعم، يسمى مسجد الحاج محمد أغا الديوتي. نعم، وبجانب وبين داره وبين الميدان أرض واسعة كانت خانا لجماله. نعم، لما ترك الجمال باع الأرض، باع الخان، فنشأت عليه محلة حوش الخان. نعم، أول من يعني أول من سلك طريق العلم جدنا محمد أغا. نعم، ابن سليمان أغا. نعم، هذا كان قال سليمان أغا ابن من أستاذ ابن سلطان أغا ابن مصطفى أغا ابن حج محمد. والحج محمد ما تعرف بعد وقت بل يعرفهم لكن طويل ما ينفع. نعم، كافي. فهذا سلك طريق العلم. نعم، شاف أن الإنكشارية أدتنا إلى مصائب كثيرة. نعم، قتل بعض أجدادنا، قتلوا بعض من هبت دورهم. نعم، فهو مسك طريق العلم وكان قاري القرآن مشهور حتى من لعثمان. من هو الحج محمد؟ محمد. لا، محمد. محمد محمد والد سيدي يعني جدي. جدك. حتى لما كان هو ومن لعثمان المولوي يزور الموصلي. نعم، يزوره كثيرا في داره البصير ويتعارضان قراءة القرآن. نعم، ثم توفي. يعني كان صوته جميل، قاري يقرأ القراءات السبعة. نعم، وكان عنده يعني طرفا من العلم أيضا. نعم، الأستاذ ما عنده صورة. لا، خلف أربعة أولاد، اثنين توفوا صغار. نعم، وبقى عمي عثمان الديوتشي ووالدي أحمد. نعم، عثمان الديوتشي وأحمد كان بينهما سنتان. نعم، متلازمان في الدراسة. نعم، درسا على الشيخ الرضواني رحمه الله. شيخ الرضواني، شيخ محمد الرضواني كان شيخ الموصل في العلم. نعم، والعمل والتقوى والأخلاق السامية. كان عالما من أكبر. نعم، معظم علماء الموصل. نعم، يأخذون إجازتهم منه. نعم، تتصل إجازتهم منه بالشيخ الرضواني. الرضواني. نعم، ثم بعد أن اسمه شنو؟ شيخ محمد الرضواني. محمد الرضواني، وقد ألف عنه كتاب زكريا. لا، زاكر. لا، وقد محفوظ العباسي. محفوظ. العباسي. إيه، هو قسم هو وزاكر موضوعين. إيه، قسم هذا البريف كاني أخذ إلى نور الدين. هو ذاكر جاء عندي بعقوبة فهو أخذ موضوعين. كان في الموصل عالم جليل الشيخ أعوذ بالله قاسى. نعم، ووالدي اتخصص في دراسة الفلك. فلك. الفلك والهيئة. نعم، وكان الوحيد في الموصل الذي درس الاصطلاب. نعم، وعمل كرة أرضية. نعم، لالة إعجاب الجماعة. نعم، هو بنفسه. نعم، ووالدي وعمي لازما الشيخ أمين أفندي القرداغي. نعم،
في عين في جبل لالش. يعني راحوا درسوا معانا سنتين لازمونه حتى يدرسون علم الفلك والهيئة لأن كان هذا متفوق بالعلوم هذا. بالعلوم. مشهور. كان عالم. مشهور أمين أفندي القلداغي. نعم. فبعد رجعوا إلى الموصل عمي. يعني أبوك وعمك درس سنتين في لالش. في لالش. والأمين أفندي كان مدرس هناك هذا. درس. وقبل وين كان أمين قلداغي؟ كان بالموصل لما جاء الفريق ضرب اليزيدية بعثوا معينوا مدرس في الشيخ عادي. شيخ عادي. فبعد والدي امتحن وعين مفتي في سنجار. نعم. من أخذ الإجازة؟ من الرضاني. من الرضوان. الرضاني. نعم. هو وعمي وعبد الله النعمة أخذوها في سنة واحدة. نعم. فعم والدي عين في سنجار مفتي. عمي استمر في التدريس. نعم. عمي بنى مدرسة في مسجد منصور الحلاج. نعم. مجاور دارنا له باب على بيتنا وباب على الخارج. نعم. في هذه المدرسة كان يدرس. زين الأستاذ. وكان يدرس أيضا في جامع النبي يونس. نعم. حتى هاي المدرسة لما بناها كتب على بابه من نظم علي الجميل. نعم. اخطف ثمار العلم من مدرسة شيدت لها فوق السها أركان قد أنبتت من كل فن أرخ ديار علم شادها عثمان. 1327. عمي كان بالتدريس متفوق وكان يعني أعلم من لا والدي. والدي كان أعلم. كان كل علماء الموصل يقولوها. نعم. لكن عمي كان في الوعظ متفوق. نعم. حتى كان إذا يعظ في جامع العبدالية الآن موجود شيخ عبدال الفناء إلى الشارع يمتلي بالناس. نعم. وبعض الناس كان يجي يحجز له مكان قبل الساعة. نعم. حتى يسمونه واعظ أم الربيعين. واعظ أم الربيعين. نعم. وكان عنده عمي والدي مجلس. نعم. علمي في يومي الثلاثاء والجمعة. نعم. من الصبح إلى الظهر. إلى الظهر. أنا كنت صغير أحضر في جانب. نعم. أستفيد. نعم. وكان كثير من يعني الأميين من الطلاب وراغبين علم يحضرون يقعدون على جنب لأن يعني جماعة العلماء يتناظرون. نعم. حتى أكو واحد كان اسمه أحمد الختن أمي. نعم. كان يجادل العلماء. منه؟ أحمد الختن. نعم. يجادل العلماء قالوا له أنت من متخرج؟ مين متخرج؟ أمي قال أنا متخرج من مجلس عثمان الديوجي. ما شاء الله. إيه؟ هل قد كان عالم؟ عالم. فعثمان بهذه المناسبة فكان الملا محمد الزبنجي عالم من أعلم علماء بوتان وكان واحد اسمه حمو محمد دائما يقعد بالمسجد لما هو يدرس. ففد مرة من الأيام كان ملا محمد يدرس فالطالب الطالب يقول نعم قال افتهمت قال نعم محمد قال لا ما افتهمت قال شلون قال لا قال دي الله قل اسرد الدرس الطالب المستعيل لما سرد الدرس محمد قال لا والله غلط الأستاذ قال تماما والله أنت غلطان والمحمد يفتهم هذا كان رجل أمي ذكي تمام نعم ايه هذا من القبيلة عمي لما يعني كان له منزلة كبيرة في البلد نعم. لأنه من أسرة معلومة وعالم جليل والناس احترموا يعني يضربوه بالمثل فالحكومة عينته قاضي قضاة في بغداد 1900 عمي 1922 كان مقرب جدا عند الملك فيصل الأول يعتمد عليه نعم. وكان الذي كان ما يقبل يروح على القضاء نعم. الذي قنعه بالقضاء هو السعدون عبد المحسن السعدون نعم. حتى كان يقول عبد المحسن السعدون يقول مما أرجو أن ينفعني الله به يوم القيامة أني أقنعت عثمان الديوجي أن يكون قاضي ما شاء الله إيه. كان قاضي عدل عادل, عادل. إيه. وعنده قضايا مشهورة ببغداد نعم. يعني يضربون بها حتى أكو قضية خاندلة نعم. يضربون بها المثل حتى نعم. أنا حكالي حسن علي الذنون نعم. قال لي مدرس الحقوق مدرس المجلة يضرب لنا مثل بعدل عثمان الديوجي أن كان الشيخ أحمد الداود عنده قضية ومتنفذ وزير ومن رجال الثورة قال يفرض
يعني الحكم على عمي، عمي ما كان يبالي. نعم. راح اشتكى عند الملك 3 مرات. نعم. الملك قال له هذا عادل، هذا ما يعمل إلا بالعدل، ولذلك أنا راضي عنه. نعم. فحكم ضده. نعم. وهذه يضربوها بالمثل ببغداد أنه كان صلابته بالحق. ثم عمي نقل بعد ذلك إلى قضاء الموصل، ثم إلى مجلس التمييز. نعم. الشرعي في الحقيقة كان في قضاء الموصل سنة 26. ايه؟ بموجب الأوراق اللي استنسختها الجناب، فهذا دعاوى المراسلات بينه وبين القاضي السليمانية. فبعد حيل إلى التقاعد رجع يدرس ورجع يعظ في جامع النبي دانيال. فهو قضى حياته وهو ألف عدة كتب. نعم. لكن الكتب هو لما راح بغداد المكتبة كانت في الجامع، كل واحد يجي يأخذ منه وضاعت مؤلفاته، بينما والدي عنده عدة مؤلفات. إيه. فكان عمي تجي أسئلة من الخارج. نعم. مما تستعصي على بعض العلماء، مثلا أكو عندنا مجموعة. نعم. الأجوبة البيروتية. نعم. هذه الأجوبة كانت تصلوا أسئلة من بيروت يكتب أجوبتها. نعم. أنا احتفظت بنسخة منها عند حفيده عبد الله هسه موجودين. كان لازم يستنسخ. موجود كل شيء مخطوط لازم يستنسخ. لا مستنسخ كامل كاملة. قصدي يستنسخ عليه عدة حتى لا يضيع. نعم. فهو نظم الإظهار، نظم كتب فقه، نظم كثير أشياء لكنها عدة منا لكنها ضاعت. إيه. حتى أحد كتبه يقول نجم الديوتي الموصلي عثمان راجي بر ربي موصلي مؤيد الحق بخفض الباطل وجاعل مرفوع حال العامل. وبعده يبتدي بالنحو في حلو النظم. نعم. في حلو ناظم. ايه. فهو بعد توفي وغلق الجامع يعني الله يرحمه. ايه. يا سنة توفى مكتوب يعني 40. نعم. فهو كان عمي والدي حقيقة من علماء الموصل البارزين وخدموا بالتدريس وخاصة يعني الأستاذ ذاك وشي آخر أبوك وعمك درسوا عند أي عالم آخر؟ أول ما درسوا على الفيضي عبد الله الفيضي. نعم. مبادئ النحو والصرف. نعم. ثم لازم الرضواني لازمونه سنوات. ثم التحقوا بالشيخ محمد أمين القرداغي سنتين. ثم رجعوا على الرضواني. زين الرسول مستي. رسول مستي والدي دخل دار معلمين. نعم. رسول مستي كان مدير دار معلمين. رسول مستي خرج والدي قبل سليمانية. قبل سنة خرجوا. يعني قضى سنة قال يطلع أنت مدير مجلس تصير. هل قد كان عنده قابلية رسول؟ حتى رسول مجلسي والدي يحكي يقول يابا مسكني قال لي يابا اطلع أنا ما أريدك اطلع أريدك. يعني يقول كان يدرسنا وأنا كنت أعي ما يدرس، حتى يقول كان أكو تلميذ ما أذكر اسمه. نعم. ما يفتهم يعتذر على رسول المستي قال له ولك انت هذا يدرسك 10 سنين. نعم. وهذا يسكت وانت تعترض علي. نعم. ايه وهكذا يعني. نعم الاستاذ سنجار شلون كان حالته الاجتماعية والعمرانية قبل اثناء الحرب العالمية الاولى وانت من مواليد 1912؟ انا لما كنا بسنجار اوعي مليح. أنا كنت أذهب إلى الملة، ملة صالح، كان رجل تقي. من هو هالملة صالح؟ ما أحب رجل تقي بغدادي. عربي. لا عربي مسلم. نعم. حنفي ما شاف. يعني الأكراد مو مسلمين. فهذا ختمت القرآن. نعم. عمره 6 سنوات. نعم. بعدها قعدنا. نعم. فسنجار كانت محلتين لا تزال. نعم. مدينة صغيرة في وسطها ماء. نعم. فكان الحالة في سنة 17 و18 تعيسة جدا في سنجار. نعم. سبب الغلاء. نعم. أن الجيوش العثمانية سلطت على الحبوب. نعم. صادرتها ووضعتها في العنابير والشعب جاع حتى في الموصل. نعم. كانت المجاعة الكبرى. مجاعة الكبرى. نعم. ثم زاد هذا الطين. يعني السبب الرئيسي أستاذ هو استيلاء الجيش العثماني على الأرزاق. صحيح أستاذ؟ لا تمام. ثم جاءوا مهاجرين أكراد من شرق الأناضول. نعم. سنجار والموصل. نعم. ثم جاءوا الأرمن الذي أجاهم عبد الحميد، فصارت المدينة انتشر بها التيفوس. نعم.
صاغ الموت يعني بالعشرات. حتى والدي يقول الله يرحمه يقول كنا نقف عند شيخ أسود شيخ سويد السنجاري المقبرة يجيبونا اثنين اثنين نصلي عليهم وندفنهم ونظن احنا باقين. اثنين اثنين يدفنون في قبر واحد. في قبر واحد. انا شفته بعيني بعيني. نعم. شفته عجوز شالت عظم من الارض عظم يابس تمصه. الله. شفته حادثة. نعم. بيتنا عيق على الماء. نعم. جو مات كديش. نعم. رمونوا تحت البيت مالنا. نزلوا وذول الناس بيدهم السكاكين يتقاتلون على لحم الكديش يتقاتلون. يعني لحم الفرس. لا كديش حصان. إيه فرس حصان. إيه ميت يعني. نعم. ميت. نعم. أكلوا الكلاب أكلوا القطط أكلوا كل شيء يدخل بحلقهم أكلوه. ثم قسم طلعوا على الصحراء أكلوا حشائش ماتوا. يعني بعض البيوت. نعم. مقفلة تماما وأصحابكم ماتوا. حتى أنا أذكر أكو طريقي عن بيت الملة مثل 50 متر. نعم. أفوت بقنطرة على اليمين واليسار أكو غرف. نعم. إحدى الغرف بيها 4 أوادم. جيت يوم أنظر عليهم الأربعة نايمين بالفراش وميتين. فشوف هذا الحبوب. نعم. جاء الإنجليزي. نعم. وزعها على الفقراء. هالحبوب اللي خزن الجيش التركي. وزعها على الفقراء. أذكر أنا احتلال سنجار احتل ليشمان. نعم. ليشمان جاء وقت عصر دنيا عصر. شفتها ليش؟ وحده وحده. نعم. وحده جاء. نعم. يسوق سيارة بيكاب معه إسماعيل بك من عم أمير اليزيدية. نعم. جاب إسماعيل بك شول هذا. شول شول. ألف عن اليزيدية. لعنة الله عليه. فهذا. نعم. ليشمان جمع الموظفين. أنت أشنو؟ تلعنه. أنت أشنو؟ أنت يقول كل أنا تركي إذا تبقى أبقى. عزل الموظفين. نعم. عين درك رجع للموصل. نعم. بات ليلة رجع الموصل. نعم. ثم هو ليتشمان قالوا الوالدي تعال على الموصل. نعم. جاء والدي على الموصل. نعم. قالوا أنت تصير قاضي. نعم. قالوا أصير قاضي. نعم. قالوا أشقى تبي راتب. نعم. قالوا كيف؟ قالوا 200 روبية. قالوا 200 روبية. يقول أخذ ورقة شقة. نعم. نعم. كتب الإنجليزي. نعم. قال لي هاي توديها للحاكم أنت قاضي. نعم. روح عين لك فراش وكاتب وعمل أثاث وأجر بيت. أستاذ بعهد العثماني إيش قد كان الراتبة؟ كان عند زمن يعني الحكومة زالت رواتبهم بالحرب. نعم. كان 35 ليرة. 35 ليرة ذهبية. ليرة ماكو ليرة. ذهبية ليرة. ليرة مو ذهبية. ذهب ذهب والمال نوت الليرة كان ب10 قروش عشر السعر. مو 100 قروش ليرة. ليرة ذهبية 100 قروش. ميت لكن انخفض سعر النوت. نعم. النوت الورق. نعم. أصبح الليرة ب10 فلوس ب10 قروش. ليرة ذهبية ب10. لا لا ما الذهبية. مو ذهبية. ما الليرة هذا. ايه. تفضل. ما شاء الله. فجينا تعين قاضي بتلعفر. جينا تلعفر. نعم. تلعفر ما ثواني سنجار ما كان بها مدرسة. بها مدرسة. كان بها مدرسة للبنين والبنات. بالبنين مدرسة صغيرة. حتى كان عندي أخ أكبر مني اسمه توفيق الله يرحمه مات كان بالمدرسة وأنا كنت صغير أروح معانه. نعم. كنت وكيح كان. نعم. أكو عند معلم سوري. نعم. منفي. نعم. من سوريا. شو اسمه؟ والله ما اعرف ايش اسمه. كان يفوت يقول وين هذا الابليس طلعوه طلعوه علي. يقصدك. زين الاستاذ من جمله المعلمين كان صفوت العمري الذي كان هو مركم بالجيش العراقي فيما بعد. نعم. كان يعني هو معلم. وبعد من كم معلم كان عنده؟ 3 معلمين كان. وكم طلاب؟ والله يمكن 20-30 طالب. ماكو ماكو يعني. كان بهم يزيديين لو لا؟ بهم يزيدية. يعني كان يقبلون أبنائهم يدرسون. قسم قليل. قسم قليل. إيه.
ثم ابتلع بسنجار. كان اكو كم بيت كان يصير سنجار هذاك الوقت؟ والله يعني ماشي، كان بيها فرقتين الف ما كان يصير. لا يا ابوي يعني 100 بيت ماكو هيك شيء بالي. ايه فرقتين كان بيها، كان فرقتين مغاليتين نعم يسموهم يعني من فرق المغاليه في حسين علي باباوات. باباوات مال بيل زكر. نعم. وباباوات مال سيد زينب. شيعه بابوات. الآن صاروا شيعة. نعم. الآن هذاك الوقت شون باباوات. باباوات. نعم. الآن صاروا شيعة. حتى نعم. أنا أذكر كان أكو واحد صديق أخي شو اسمه توفيق. نعم. علي زهرة اسمه. نعم. كان يجي عندنا على البيت. نعم. لما أنا كبغت صرت مفتش، رحت أفتش سنجار بدل زيت عليه. علي جاء هو مسكني يبوسني وكذا وكذا. نعم. قلت له احكي لي عن مذهبكم، خلي معوة تتقشفر علينا. نعم. نحن هسعتها 12 شيعة. زين هالباباء شنو كان؟ بابا باباوات مغالين يعني مو بهاء الله. لا لا مو بابي. لا 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 باباوات. نعم. باباوات مغالين. سيد الرنبوسي إيه؟ لي سنة 67 هم شفت بهم بعض المعمرين كان يقولون هذولي بابا باباوات. باباوات اي اي من الأكراد. أنا كنت رحتوا عليها. نعم. وحتى رئيس القرية لكن جون يزورونا يعني. نعم. جون يزورونا. حتى واحد كان أحمد عجنة. نعم. ورئيس باباوات الذي ماس الزينب كان مرة جاء بالليل زين هل جاب لنا خبز. نعم. بكعوب أشخد كيفنا نحن أولاد. نعم. خبب. نعم. بنكعوب. هل باباوات شان أكراد لو شان عرب؟ أكراد كلهم أكراد. أكراد كلهم أكراد إيه. آه ثم من حوادث أذكرها في سنجار. نعم. أكو ملا عمر الخطاب. نعم. ملا عمر أعمي. نعم. أعمى بيته عن بيتنا مثل الدرج. نعم. يروح ويجي بالدكان يبيع ويشتري. نعم. يوم من الأيام نحن نلعب طلعت حية مسكت عصفور. على ايش؟ حية مسكت عصفور. افعى. نعم. فنحن نبكي. نعم. راح جاب سلم ومسدس وقتله. سبحان الله. بقى شوف اشخاص ذكي. هذا الاعمى يقدر يطلق المسدس سنة 18. نعم. سنة 41 لما صار حركة رشيد علي. نعم. انا رحت على امتحان بسنجار. نعم. هو كان جاي على الموصل. نعم. انا رحت السنجار ملا عمر نهار الجمعه قلت له عبد الله صديق الملاح مدير المدرسه مشيت نفصل السوق صغير. نعم. جيت ملا عمر قاعد يهاكف بالموصل باب الدكان. بالسنجار قاعد باب الدكان يهاكف. نعم. جيت انا فارقتوني ولد قلت له عمري 6 سنين قلت له مرحبا عمو ملا عمر ولد سعيد تعال ابوي بوسي يبكي بوسي يبكي أشونك أشون أبوك أخوتك أمك أخوك شلون خارق هاي حكيتوها لوالدي. نعم. قال لي أنا أحكي لك قصة أكثر من هذا. قال هذا كان يطلع يشتري غنم. نعم. من القرى. نعم. مثلا يجي هون يشتري منك 5 نعاج. نعم. يخليهم عندك. نعم. يروح بيت الله يشتري 3 ويمشي يستمر. نعم. يرجع يفحصهم من النعاج يفحصهم شوف عدة قرى في عدة بيوت. نعم. عدة نعاج قال جاب قرية من القرى قال لهم هاي النعاج كم بدلتمها شنو صار كم بدلتم النعاج بدلتوا النعاج بدلتموها سبحان الله باللمس يعرف قل هذا قال لي معود عيب هذا صديقنا قالوا تعال احلف بطاوس ملك قال والله كم بدلناها يعني شوف عدة. نعم. بيوت. نعم. في عدة قرى. نعم. في كل بيت نعاج حفظها بدماغه. نعم. يعني شيء ذكاء مثل زين الدين الآمدي كان يعرف إيه؟ يلمس الخطوط يعني هذا عبد الله الصديق. نعم. قال أنا لما شفته ملا عمر الخطاب عمر الخطاب قال رايح أصدق أش تكلموا عن أبو العلاء المعري كله تمام إيه جاء الأستاذ هذا ملا عمر جاب المسدس وقتل الأفعى طلع الأفعى كن جغت العصفور تفوته بالنقب عنده. نعم. هو خلى إيده مسك العصفور وضغبه ايه؟ يعني ما خاف حياة لا 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 ما كان يقدر يعرف هم يروح ويجي بيته مثل ما أنا وإنت نروح نجي أبدا مرتب فقط ترتيب أحسن ترتيب يروح ويجي ويحكي ويقضي ويمضي تجي تسلم علينا لا لا تجي نعم. عبد الرقيب
أبد من تقول له السلام عليكم فلان إيه هذا عاش لي إيش يا سنة معروف 41 شون على قيد 41 موجود إيه؟ على قيد الحياة على قيد الحياة في عمره إيش قد هذاك الوقت الأستاذ يمكن عمره 60 سنة إيه ما شاء الله وشفته من الغرائب بسنجار نعم دندل نعم دندل رجل عمره يقولون 130 سنة يقولون نعم هذا بسنجار كان بالبستان يضمنون الأشجار نعم انت تضمن لك 4 أشجار نعم. تحول 60 مالة طول الموسم نعم فنحن ضمننا 4 أشجار نعم 4 أشجار تين من بستانه من بستانه بستانه عن بيتنا مثل جانب الثاني من الشارع نعم ونروح أنا وأخي توفيق الله يرحمه أنا أشيل السلة نحول 60 نجي نعم هو ينزل من بيته بيده شاقون نعم لابس يعني قميص ولابس نعال ولابس براس وإشمغ يقعد بالبستان نعم. على حواسه على سمعه على بصره فنحن نجي أكو عنده شجرة بيتين حامض أحمر نعم. يقول وركم هاي عليها حي لا تروحون يخوفنا لا نحوش نعم. أي فنحن نجي نحوش التين نعم. ونوبات إذا هو غافل نبوق من هاي الشجرة اليوم 26 من شهر آب 1989 بقية المقابلة واللقاء مع أستاذي المؤرخ الكبير سعيد الديوشي عبد الرقيب يوسف الأستاذ سعيد الديوشي غني عن البحث لقد ألف حميد المطبعي كتابا مستقلا في سيرة حياته ولكن على سبيل التبرك بصوته فنسجل معه هذا اللقاء تصحيح خطأ تصحيح خطأ تفضل قضية البصير الذي تكلمت عنه في سنجار اسمه خطاب العمر خطاب العمر العمر خطاب العمر بقى يجي إلى تلعفر نعم في تلعفر ذهبنا إلى لا أستاذ اسم والدتك ما قلت والدتي عزيزة بنت محمد الدباغ من قبيلة الطي طيب أنا الدباغ يعني عدة بالموصل عدة أسر نعم. يسمى آل الدباغ يعانون الدباغة نعم. لكن هي اشتهروا بيت يسموهم بيت صالح أفند الدباغ نعم. صالح أفند الدباغ كان من علماء الموصل كان عالم كبير نعم. وكان هو رئيس غرفة التجارة في الموصل نعم. ولو منزل كثير بالبلد نعم. فيعني مكافأة مكافئين لنا أخذنا والدي أخذ منه من البن نعم. أمي نعم. إيه يا سنة توفت والدتك بال 1940 هالحوالي يعني إيه. بسنة قبل قبل والدي سنة حوالي سنة إيه. الله يرحمه قعدنا كم أخ كان عندك أستاذ أنا؟ نعم. أنا عندي أنا يعني نحن والدي رزق 15 ولد توفوا بالخناق كانوا تعرف الحالة الصحية يعني غير حسنة نعم. معظمهم توفوا بالخناق فبعد صار نحن عنده زوجة واحدة؟ أي زوجة واحدة تكفي ما شاء الله 15 ولد إيه؟ والبنات لا بنات وبنين اه نعم الذي بقينا نحن 3 بنين وبنتين نعم انا الكبير نعم وبعدي محمد اخي محمد كان رئيس بالجيش توفي الله يرحمه قبل سنتين وبعد اخي عبد الله متقاعد معلم واختين وحده تزوجت وحده عجوز اسمها عجوز غاحد ما يخالف ما اسمها صبحيه تزوجت صبيحه اخذوها بيت حج طالب وشكريه حجت 7 مرات شكريه حجيه قاعده هسه مقعده تقريبا بقى نجي الى تلعفر الاستاذ اسمح لي ناثره شو اسم والدتها هاي اللي لها فضل علي ساعدتني بالمصادر عبد الباقي صلى الله امينه مكتبه المتحف أكثر من حوالي 30 سنة يمكن. عبد الباقي الصراف. عبد الباقي الصراف. إيه. الأستاذ هي هم باقية لمتقاعدة. الآن هي في مدرسة نقلوها إلى مدرسة مديرة مكتبة بثانوية من الثانويات. كان مخلصة إيه. وفتاة مهذبة عاقلة.
بقى خلص تل عفر وتعبت يكفي. نعم تفضل. بعد أن انتقلنا إلى تل عفر سنة 1918 نعم. حين والدي قاضي في تل عفر. نعم. تل عفر بالحقيقة كانت مدينة أكبر من سنجار بكثير. كانت ناحية تابعة سنجار. نعم. لكن الإنجليز عملوها قضاء. نعم. فتل عفر جرت حوادث مهمة. نعم. في ذلك الوقت. نعم. يعني مما أذكر أنا. نعم. أن ليتشمان كان يجي إلى تل عفر. كان الحاكم طبعا انجليزي، كان باكو حكومة عراقية. نعم. كان يجي بسيارة بيكاب لوحده. وحده عنده فراش. نعم. بالبيكاب. نعم. يفتش الدوائر، يفتش الجيش، يفتش، إذا صار المغرب يشيل الفراش على ظهره ويطلع بسطوح القسلة ينام. إيه؟ نفسية متواضعة. مما يعني. أذكر مما أذكر أنا يوم ذاهب إلى المدرسة بقت اللعفر يعني وسط ماي مثل سنجار. نعم. تلين ماي. عين يعني. عيون. عيون. أنا أعبر العين دني باردة. مو كهاريس. لا لا لا. نعم. باردة. فقد عجوز لابسة ثياب واقفة على العين. السيارة ما تطلع، صعب تطلع. نعم. ما كانت الطرق معبدة. نعم. قالت يا ولد تعرف عربي؟ قلت له نعم. قالت تعال. جيت وقالت أنت منو؟ قلت له سعيد. ابن من؟ قلت له ابن القاضي. قالت تطيق توديني على والدك؟ والدي القشلة ماله مقابيل المدرسة مالها. قلت له أنا رايح مشي. جيت قلت له هذا والدي. نعم. أنا رحت على المدرسة بعد نص ساعة ثلاث أربع ساعة جيت. هي مسبيل. مسبيل. مشهورة. نعم. الحاكم يمشي خلفه. نعم. تقريبا خطوتين. نعم. جيت فاتت بقى كان يدرسون الإنجليزي من الصف الثالث ابتدائي. نعم. سألتنا Do you speak English؟ قالوا لها الكبار Yes. صفقوا لها. قال تتعلموا عربي أنتم. نعم. عرب لأن تلعفر أتراك يتكلمون. نعم. أنتم عرب لازم تتعلموا العربي، لازم كذا لازم كذا. تأكدت بعدها لما راحت صفقنا لها راحت، فكان يدرس الإنجليزي هندي. نعم. مستر نوبو ما يعرف عربي. نعم. إيه والمخبوطة كانت القضية. ثم من حوادث الذي جرت سنة 1920 ثورة تل عفر. نعم. ثورة كانت كبيرة. الجيش شنو هناك أستاذ؟ بل أني حاضر. سنة 1920. 20. يعني قبل ثورة العشرين كم شهر؟ هي ثورة العشرين. بنفس الوقت. هي. نعم. الذي كان بسوريا مع الملك فيصل اندحر. نعم. جاءوا لدير الزور. نعم. بدير الزور راسلوا حزب أحزاب الموصل وأحزاب تل عفر. نعم. اجتمعوا جو إلى تل عفر. نعم. في رمضان. نعم. أنا أتذكر ثلاثة رمضان. نعم. دخلوا الجيش لابسين جاكيت خاكي وسروال أبيض وهوني علم عراقي. نعم. علم عراقي وضعوا، كان يسمونه جيش الشريف. جيش الشريف. الشريف شريف فيصل يعني. نعم. جميل مدفعي كان هو القائد. نعم. جو طلعوا على القلعة من سوريا. جو طلعوا قتلوا الحاكم. زين هل جيش من سوريا؟ جو من سوريا ومعانوا القبائل العربية. القبائل العربية والتل عفرية صاروا آلاف. نعم. فنهبوا يعني صار فقد ارتباك. جنوبك كنت بالتل عفر. أنا بعيني شفتوا الحوادث هذا. حتى كان عندنا مرجس برجس يعني عريف برجس يدرسنا رياضة. نعم. إنجليزي نحن أولاد. نعم. طلع بسطوح بيت الحاكم خلى كياس واحتمى هنوكة هو واحد الأخ. نعم. فجو قتلوا الضباط الإنجليز ويعني واحتلوا هذا. فجو الطيارة لا جو هو قاوم هذا الشخص ثلاثة أيام قاوم هو بوحده هو واحد الأخ معانو شلون قدر ثلاثة أيام يقاوم عنده رشاش وقاعد. نعم. حتى جو علينا قالوا له يعني نجيب لك القاضي يتكفلك. جاء وادي قالوا لك أنا أتكفلك أخذك عندي على البيت ما حد ينوسك بأذى. ليش؟ قالوا ما أنزل وإنجليزي إنجليزي ما نزل. بعد ضربوهم قنبلة قتلوهم. نعم. بعد هم قتلوا أشخاص ما قتلوا بل قتلوا واحد صالح. نعم. صالح المتيوتي. نعم. واحد هجم عليهم ضربوه طلقة هوني لما ضربوه طلقة قاموا ضربوهم قنبلة. نعم. طيروهم. نعم.
جو 7 مدرعات. نعم. المدرعات كانت تجي من تحت بيتنا، بيتنا مقابل الجول. نعم. حتى نحن كنا نتعقش بالسيارات. نعم. جو نزلوا بالوادي. نعم. جميل مدفعي قل من زلوا ضربوا التايرات مالهم أول مرة. جو 6 مدرعات إنجليزية. 7 لما جو قوات الإنجليزية. هاي بس مدرعات جو. نعم مدرعات. نزلوا بعد منحدر ينزلوا على العين يطلعون على القلعة. نعم. نزلوا هذا مدرعات وما ادري شنو الاجمال نظام هاي بعد قسم يعني استاذ استاذ كم ابنا عندك من نعم الله علي اني رزقت 8 بنين وبنت 1. نعم او اكبر اولادي برهان. هذا دخل الزراعة واشتغل في معمل السكر مفتش والآن هو متقاعد. نعم. وعنده الحمد لله 5 أولاد. نعم. ثاني واحد صهيب. نعم. هو الآن عميد صيدلي. نعم. وعنده صيدلي صهيب وعنده أيضا 5 أولاد. نعم. ثم قتيبة. نعم. قتيبة خريج كلية الهندسة والآن يشتغل في بالموصل في البلدية. نعم. وعنده أيضا 5 أولاد. نعم. حذيفة هو ما شاء الله 5 حذيفة. نعم. هو خريج دكتوراه بالطب. نعم. من ها بالباثولوجي. نعم. وعنده 4 أولاد. نعم. وهو ناقص واحد. وهو الآن عنده. نعم. عنده مختبر الكندي هو وعمه عبد الملك الطالب. نعم. ثم أبي. نعم. عنده 3 أولاد. نعم. وهو خريج دكتوراه من فرنسا. نعم. ويشتغل الأخ قاعد. نعم. يشتغل يعني مدرس في كلية الإدارة والاقتصاد وعنده كتبه تدرس في الجامعات بغداد ما شاء الله عنده مؤلفاتهم أي مؤلفات. نعم. ثم بعد سعد. نعم. هو ماستر بالهندسة. نعم. ومدرس في كلية الهندسة في الموصل. نعم. عنده 3 أولاد. نعم. عدي أيضا ماستر من كلية الزراعة ومدرس في كلية الطب البيطري. نعم. وعنده 1 ولد. نعم. سنان تلميذ في كلية الإدارة والاقتصاد. نعم. في الصف الثالث. نعم. وعندي بنت وحدي منال هاي تزوجت أخذها أحد أقاربنا الدكتور طاهر الدباغ. نعم. عنده 6 أولاد. زين أستاذ والدتهم شو اسمها وبنتهم؟ طويلة هاي. لا ما يقبلون لا ما يقبلون. لا لا. هاي من سيرة حتك. ما والدة كل واحد؟ لا والدتهم. 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 نعم. زوجتي. نعم. زوجتي هي فخرية بنت الشيخ عبد العزيز النوري. نعم. هي علوية سيدية خريجة خريجة مدرسة الفنون البيتية. نعم. وهي امرأة صالحة تتولى إدارة البيت وتربية الأولاد أحسن ما يمكن. كانت موظفة وظيفتها في بيتها. نعم. هي وظيفتها في بيتها. طول عمرها. ايه؟ الأستاذ بيت المتصوف خليفة نوري هو هذا هو النوري الموصلي محمد النوري محمد النوري ايه؟ يعني من ذريته. بلي بلي. حفيدته حفيدة؟ يعني حفيدة نوري محمد. لا يعني أبوها الولد الجد الثالث. أذكره. عبد العزيز ابن عبد الباقي ابن الشيخ محمد. شيخ محمد نوري. مجلد أكو في مكتبته. في مكتبتي؟ نعم. والله حوالي 8000. حوالي 8000. حوالي. زائد ناقص ما أعرف. نعم ما شاء الله هواية. هواية. يعني صورها هي وبسلامها. نعم. فوق. نعم كم كتاب مخطوط اكو ماكو مخطوطات عندي الان لا مخطوطاتك بعد ما مطبوعه تاليفاتك تاليفاتي كثيره الان ما مطبوعه نعم عندي مثلا المخلفات النبويه نعم الالعاب عند العرب نعم الالعاب في الموصل نعم. عندي الكتاب وسائل التسليه نعم. في الموصل وسائل التسلية نعم. عندي مثلا أبحاث عن أنا والله ما أتذكر ما يعني
أكو أبحاث هسه ما تتذكر كثيرة كثيرة الحمد لله. احكينا عن تكلم عن الأستاذ المرحوم العالم الكبير الشيخ محمد الخال عندما كان قاضيا هناك. والله كان قاضي وكان نعم القاضي. نعم. وكان صديقي ورفيقي في أكثر أيام حين نجتمع. نعم. كنت أزوره في بيته وأعنس به، وكان كلما أهم بالخروج كان يمنعني، ثم كان هو أيضا يزورني كثيرا وبعضنا يأنس ببعض. نعم. ولما ذهب تحول إلى السليمانية ودعته يعني كنا أحد كل منا يبكي، ثم كان بيناتنا صلة مراسلات بيني وبينه لما كان بالسليمانية. نعم. ولا يزال له أكبر الأثر في نفسي لأنه يمتاز بخلق رفيع وعلم غزير وتتبع واستقصاء ونفس متواضعة، يعني يمثل العلماء الصالحين القدماء رحمه الله. رحمه الله، توفى في 15 تموز من السنة الحالية. وأسأل الله تعالى أن يوفقني في لقاء آخر فأتحدث لك عن شغفي بالكتب وكيف حصل جمعت هذه المكتبة منذ صغري إلى اليوم. نعم. والحديث الثاني سأحاول أن أبين طريقتي في البحث والتنقيب. نعم. والتأليف وما وفقني الله به من مؤلفات مختلفة. والحمد لله. نعم. أشكرك أستاذ هواي، شكرا شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أستاذي رجل يحب النكتة ورجل بشوش فهو من ملائكة الأرض بدماثة طبعه وخلقه الكريم. اجتمعت فيه صفات العلماء الكرام وهو متحلا بأخلاق العلماء الأفاضل الكرام العاملين من أجل العلم فقط، لم يركض وراء المال، فهو بعيد عن الطمع وبعيد عن التملق والتزلف، وهو يعتبر موسوعا، إنه عالم موسوع يحفظ مئات من أبيات الشعر والأقوال المأثورة، ويحفظ القرآن الكريم ومئات من الأحاديث النبوية، ويعرف الكثير والكثير من سيرة العلماء والمؤرخين القدماء والمحدثين. فهو مؤرخ كبير أطال الله في بقائه.